السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذه الأمسية الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ومع برنامجكم الأسبوعي من القلب. ونرحب في مطلع هذا اللقاء بضيف البرنامج الدائم بشيخنا الحبيب الشيخ عثمان بن محمد الخميس. حياكم الله شيخنا الحبيب. يا أهلا ومرحبا بكم. الله يجزاك خير. أهلا وسهلا محمد. أحبتي في الله، قد أعلننا في الأسبوع الماضي في ختام لقائنا الماضي عن موضوع هذه الحلقة، وذكرنا بأنه هناك هجمة شرسة من قبل المبتدعة والجهلة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر وإن كان يحزننا ويؤلمنا، إلا أننا سلوتنا في ذلك ما قالته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما جاءها أناس فأخبروها أن أناسا يشتمون وينالون من أبي بكر وعمر، فقالت لا يضركم، فإن الله تبارك وتعالى قد قطع عنهم العمل، فما أحب أن يقطع عنهم الأجر، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فيبقى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سماء، ويبقى فضلهم خالد مسطر في كتاب الله تبارك وتعالى، الخالد في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. الصحابي وكاتب الوحي وخال المؤمنين وأمير المؤمنين والملك العادل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي قد ناله ما ناله من أذن من بعض الجهلة والمبتدعة الذين سلطوا أقلامهم وألسنتهم في عرضه، وأخذوا ينتقصون منه وأطلقوا شبهات هي أوهن من بيت العنكبوت. سنجليها بإذن الله تبارك وتعالى مع فارس هذا الميدان ونزكي على الله شيخنا الحبيب الشيخ عثمان الخميس. شيخ، نرحب فيك مرة أخرى في مطلع هذا اللقاء. يا مرحبا. ونبدأ شيخنا الحبيب بذكر تعريف الصحابي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكرك كثيرا حقيقة، وأشكر قناة المعالي على الاهتمام بهذا الموضوع، وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدفع عن أعراضهم والرد على من تكلم فيهم وأساء إليهم. وهذا بعض الحق الذي لهم علينا، فإن لهم علينا حقوقا كثيرة، وحري بنا أن نرد لهم بعض الجميل، ولا أقول كل الجميل لأننا لا نستطيع ذلك، وهم نقلة الكتاب ونقلة السنة رضي الله. فكل ما نرفل به من خير وفضل من عبادة الله تبارك وتعالى وقراءة كتابه ومعرفة شرعه، كل ذلك كان عن طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني يجب علينا أن نرد لهم بعض فضلهم بذكر محاسنهم والرد على من طعن فيهم، ونحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم. وهذه مسألة لا يعني كما أقول لا فضل لنا فيها، وإنما هذا واجب يجب علينا أن نؤديه. أما سؤالك عن تعريف الصحابي، فالصحابي يعني في لغة العرب من صحب شخصا، وغالبا ما تطلق على من طالت صحبته ولازمه، ولكن قد تطلق أيضا على من صحب الإنسان ولو فترة يسيرة يقال له صاحب. وأما الصحابي في تعريف أهل الاصطلاح اللي اصطلحوا على تعريف الصحابة، فهناك تعريفان. التعريف المشهور وهو تقريبا شبه أجمع عليه أهل العلم يعني من المتأخرين، وهو أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هناك بعض الأصوليين، طيب، أو كثير من الأصوليين لهم تعريف آخر، وهو أنه يشترط في ذلك الملازمة،
يعني طول ملازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إنما قالوه كما ذكر بعض أهل العلم لقضية مهمة جدا، وهي أنه إذا تعارض قول صحابي مع قول صحابي، يعني فهم صحابي مع فهم صحابي، أو رواية صحابي مع رواية صحابي، فيرون الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه أولى بقبول كلامه في سواء فهم أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي علمه بالنبي أكثر ممن لم يلازم. فلذلك عرفوا الصحابي قال هو الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن باتفاق الأصوليين والمحدثين أنه تطلق كلمة صحابي على كثير من كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم أنه نقل عن أصولي قال فلان ليس بصحابي مثلا عن معاوية أو عمرو بن العاص أو أبي سفيان أو غيرهم ممن تأخر الإسلام، أو العباس أو أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أو ابن العباس أو الحسن أو الحسين صغار الصحابة، لا أن أحد منهم قال إن هذا ليس بصحابي. لكن إذا أطلقوا هذا يطلقونه من باب معرفتي يعني تقديم الرواية بعضها على بعض أيهما تقدم. إذن تعريف الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يلقه ليس بصحابي، كأويس القرني، أبو مسلم الخولاني، أبو إدريس الخولاني، أبو عبد الرحمن الصنابحي، أبو عبد الله على خلاف اسمه. طيب هؤلاء كمثال أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتشرفوا بلقياه، لم يهاجروا إلى المدينة، لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا في زمانه لكن لم يتشرفوا بلقائه فليسوا بصحابة. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فالذين لقوه غير مؤمنين به ككفار قريش مثلا أو غيرهم من الكفار أو المنافقين شيخ أو المنافقون، كل هؤلاء لم يلقوا النبي مؤمنين به، لقوا النبي أبو لهب، أبو جهل، أمية بن خلف، أبي بن خلف، عتب الربيعة، شيبة بن الربيعة وغيرهم كثير، هؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا به. فهؤلاء لا يقال لهم صحابة. من لقي النبي مؤمنين به ومات على ذلك فالمرتدون الذين حاربهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لهم صحابة، وإن كانوا يعني أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوه وأسلموا وآمنوا به صلاة ربي وسلامه ثم ارتدوا، فهلا لا يقال لهم صحابة. فالصحابي إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ثلاثة شروط لقياه والإيمان إيمان مات على ذلك. إذا شيخنا الحبيب فقط هنا لمزيد من التأكيد، يعني بعض الناس يطلق حقيقة عبارة وربما تروج على بعض البسطاء أو عامة المسلمين، يقول مثلا يا أخي من الصحابة منافقون، لا يمكن أبدا، لأنه الصحابي من لقي النبي مؤمنا به. نعم، فالمنافق ليس مؤمنا وإن كان في المدينة وإن كان يقول بنص ربنا تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافق لك هذه بها. إذن هؤلاء لم يؤمنوا به. إذن لابد من هذه القدس الثلاثة طبعا. أيضا شيخ لو عرشتم يعني بعجالة على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنا أتصور لو جعلتم حلقة كاملة عن فضل الصحابة لكان أولى. لكن طالما أن الموضوع ليس موضوع الصحابة بشكل عام إنه موضوع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، إذا نتكلم عن فضل الصحابة هو داخل ضمنا. يعني قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأهزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا ذكر الله تبارك وتعالى لعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شوف الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه متى؟ في سورة التوبة بعد غزوة العسرة بعد غزوة تبوك، يعني في آخر في السنة التاسعة من الهجرة من آخر ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ثناء من الله ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات في هذا كثيرة، أستشهد بآية إن سمحت لي أختم بها. قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إذا قسمهم إلى قسمين، قسم أنفق من قبل الفتح وقاتل وفتح مكة، وقسم أنفق من بعد الفتح وقاتل. هذان قسمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستويان عند الله تبارك وتعالى. الله لا يستوي، لا يستوي هلا مع هلا، ولكن بماذا ختم؟ قال وكلا وعد الله الحسنى. فبين الله تبارك وتعالى أن الجميع موعوده الحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
مبعدون له النار. أسأل الله السلامة والعافية. نعم شيخنا، أيضا لو تكلمتم أيضا بعجالة حتى ندلف إلى موضوع الحلقة الخاصة عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، عن حكم سب الصحابة. سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من كبائر الذنوب، هو سب المسلم من كبائر الذنوب. الله أكبر. فكيف يكون سب أولياء الله تبارك وتعالى؟ فكيف إذا كان سب الصفوة من أولياء الله وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد أجمع أهل العلم على أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كبائر الذنوب، وهو فسق ظاهر. إن سمحت لي أنقل لك بعض النقول عن أهل العلم في هذا الأمر، في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هنا مثلا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم. الله أكبر. وتقول عائشة: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، ثم قرأت قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويقول الإمام أحمد: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحد، أو أبغضه لحدث كان، أو ذكر مساويه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ابن الجوزي نقل الإجماع، يقول: أجمع صالح هذه الأمة وعلى رأسهم السلف الكرام على استهجان واستقباح النيل من أحد الصحابة، وهجروا فاعله ورموه بالرزيات وأوقعوا به شتى العقوبات، وقد توعده القرآن والسنة بالخزي في الحياة وبعد الممات.